بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب الجنة والنار. تعال نتناول الآية الأولى الثامنة، يعني هنا اللي هي فيها ما تتعرف عليه وخير لكم باش لعلكم تعقلون ما جاءت بعض ما جاءت به هذه الآية الكريمة 8 من سورة القتال، أي سورة محمد عليه السلام. يعني ممكن تتحلوا عينكم تليوا تتجهوا نحو الإسلام وتدخلوا في عهد الإله وتدخلوا في منطقة تفقهون فيها القرآن وتعملون بقدر الإمكان بما جاء في القرآن من وضوح رؤية وصدق ما قال، وتوليوا تفهموا السوسة متاع بني إسرائيل ومن خذا في خطاهم الكنائس اللي تدعي أن الله هو الأب أبوهم وهم أبناؤه، يدلوا عليه يجمعهم يحبوا يقولوا اللي يحبوا، وقت اللي يحبوا يردوهم على مشخص سيدنا عيسى عليه السلام وبرامهم ما يقولون. اليوم أنا نراه شرهم في كل مكان، يعني يا ربي شرير إذا كان تربط، والعياذ بالله إذا كان تربط بالطريقة هذه ما عادش عندك تعريفات صحيحة عن المولى ليس كمثلي شيء، والقرآن اللي خاتم الرسالات ومحمد عليه الصلاة والسلام إمام المرسلين والرسل الكرام عليهم السلام، وهو من قمة عزيمة التبليغ، تولي ما لا تدخل المسألة كلها عند البشر، يولي لا رؤية واضحة، تولي أمور ضبابية كما أراد بنو صهيون، ما عادش تلقى القيمة اللي ارتضاها ربنا للخليقة بشرية ولا جنية، أم أراد لهم أن يكونوا قرب منه يرضونه بالليل والنهار. فإذا بني إسرائيل حرفوا التوراة وأعطاه فكرة عن الله اللي الله عنيف، ربي لطيف عنيف مع الظالمين اللي استمروا في الظلم، والغرين جاوبوهم جماعة النصارى بالتحريفات بتاعهم، قال والله الأمور المحبة، يعني المحبة ما لا يقول الجنس، لا المحبة شيء والجنس شيء يلتقيان، يعني إذا كان في حلال في الحلال تلقى المحبة صحيحة لا تمثيل فيها، والجنس كما تقول أنت منبه للحواس للمرأة وقت اللي يدخل هي زوجها تولي تفهم بدنها كيف ركب، وين تجم تستفيد من زوجها كلام صحيح كلام محبة كلام انتساب إلى عائلة مسلمة، فما التمسيد الروحي والتمسيد العقلي والتمسيد الجسدي وكل شيء. هذايا في العالم الحقيقي الإسلامي أمر بقية العائلات عايشين هذا ما خليل وهذه ما خليل، وهم في الهوى سواء في المعاصي، معصية الأولى هي عيسى الله والابن الله، والمعاصي التي تليها قالك ربي محبة، ولهذا قول محبة بعد خرب المحبة، خربوها بالاستعمار، خربوها بالهيمنة على الشعوب المغفلة، الشعوب اللي وصلت لها روس خامجة تحكم فيها على مقتضى ما تحبوا من إيذاء تلك الشعوب، والمسلم الشعب كثيرا لفائدة، احنا القرآن أفضل لنا، لكن هو نعطي بعض كإشارات والناس تولي تبحث وتربط الأمور ببعضها باش تفهموني في الآيتين هذوما كيفاش ربي يربط بين أشياء لا تليق إلا بالكافرين المبغضين لرب العالمين، المبغضين للقرآن العظيم والمبغضين لمحمد النبي العربي الأمين الصادق عليه صلاة الله وسلامه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورضوانه.